طاب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. ومن موقع عدن الغد، حدث رياضي في عدن يتحول إلى فعالية سياسية. من المشاهد نت، وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين في مدينة عيس. ومن موقع ارفع صوتك، إيران تفوز في انتخابات لبنان. أهلا بكم. أعلن البيت الأبيض تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق باليمن، وهي حالة مستمرة منذ 16 من مايو 2012. وبحسب البيان الصادر من البيت الأبيض، اطلع عليه يمن مونيتور وعنوان الموقع: البيت الأبيض يعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية في اليمن. وقال الموقع أن القانون يأتي وفقا لقانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية للتعامل مع التهديدات غير العادية للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ويخول القانون الذي أصدرته الإدارة الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد الأصول والمصالح والممتلكات في الولايات المتحدة وغيرها ضد الذين يثبت عرقلتهم للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والانتقال السياسي السلمي للسلطة في اليمن، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني من أجل التغيير. في الموقع بوست عنوان حول اتفاقيات مهمة تم التوصل إليها عقب ما قال الموقع إنها جهود سابقة، وعنوان الموقع بوست: الحكومة توقع اتفاقيتين مع منظمتين أمريكية وفرنسية. وأكد الموقع أنه جرى توقيع الاتفاقيتين الهادفتين إلى تنفيذ برامج خدمية وتنموية، الأولى بين وزارة التخطيط ممثلة بنائب الوزير باصهيب ومنظمة براغاما الأمريكية عنها ممثلها منيف الشيباني. وتعمل المنظمة في مجالات الإصلاح المحاسبي وبرنامج تطوير المعاشات وإدارة الجودة وتنمية المشاريع الصغيرة والتدريب وتنمية القدرات. كما تم توقيع الاتفاقية الثانية مع منظمة أطباء العالم الفرنسية والتي تعمل في قطاعات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز كفاءة الكادر الصحي ومعالجة الأوبئة ومعالجة سوء التغذية. إلى رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، كتبت الناشطة اليمنية توكل كرمان مقالها الذي حذرت فيه من الاحتفاء بانتصار زائف. وتقول كرمان: حين قبلت أن تغادر وحكوماتك سقطرى نزولاً عند شرط الإمارات ومقايضتها مقابل انسحابها الشكلي من المطار والميناء، كنت تدوس على السيادة بحذائك وتسحقها بقدميك. كنت أيضاً تشرعن للاحتلال الإماراتي السعودي للجزيرة عبر منشورك وتصريحك أن كل شيء على ما يرام، وأن ما يحدث في سقطرى من الآن وصاعداً تم بطلب من الشرعية ومباركتها والاتفاق معها. لا يستطيع بن دغر وحكومته أن يعود إلى جزيرة سقطرى، هذا ما نصت عليه التفاهمات. لن تغادر القوات الإماراتية، فهذا ما نصت عليه التفاهمات أيضاً. انضمت القوات السعودية إلى القوات الإماراتية في الجزيرة لضمان نصيب السعودية في كعكة سقطرى وكفالة تقاسم سيطرتها عليها مع الإمارات، وهذا بيت القصيد الذي من أجله طلب منه السعوديون أداء الأدوار التمثيلية التي رافقت أزمة سقطرى. نصت التفاهمات أيضاً على رفع قطعة قماش بألوان العلم اليمني على المطار والميناء لحفظ ماء وجه الشرعية. كنا نستطيع أن نتغنى بالانتصار الخادع في معركة سقطرى، وهي المعركة التي كنا أول من أشعلها ودعا إليها وحرض عليها، وننصب إلى أنفسنا بركات تحقيق هذا الإنجاز. لكن الرائد لا يكذب أهله، وحدهم الصغار من يحتفون بالانتصارات الزائفة، ووحدهم المغفلون من يروجون للإنجازات المضللة. ينتمي معظم المختطفين لدى ميليشيات الحوثي إلى محافظة تعز، وتطالهم كغيرهم الكثير من صنوف التعذيب وفقا لعنوان موقع المشاهد نت: وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين في مدينة تعز. وقال الموقع إن رابطة أمهات المختطفين في مدينة تعز طالبت خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة وسط المدينة الحكومة والمبعوث الأممي للأمم المتحدة بسرعة التحقيق في إجراء
أو في جرائم الاختطاف من قبل جماعة الحوثي، كما طالبت الأمهات بفتح تحقيقات في تلك الجرائم وتنفيذ زيارات حقوقية عاجلة للسجون، مؤكدة في بيان لها أن الانتهاكات بحق المختطفين أودت بحياة العشرات منهم، والذين ماتوا تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وكان آخرهم المختطف التربوي صادق قائد الحيدري. إلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع مجريات الأحداث الأخيرة في سقطرى وعنوان الموقع: هادي يرأس اجتماعا بمستشاريه بعد إلغائه 4 مرات بسبب التوتر في سقطرى. يقول الموقع إن الرئيس عبد الرب منصور هادي عقد اجتماعا بهيئة مستشاريه بعدما كان قد ألغى الاجتماع 4 مرات إثر التوتر الذي شهدته سقطرى بين الحكومة اليمنية والإمارات. وقال الموقع إن هادي ترأس اجتماعا لهيئة مستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي. وأفاد الموقع أن الرئيس رحب بدور السعودية في تجاوز تداعيات أحداث محافظة أرخبيل جزيرة سقطرى لما من شأنه تعزيز اللحمة الواحدة وتعضيد أهداف التحالف العربي في اليمن. وكانت مصادر قالت في وقت سابق للمصدر أونلاين إن تأجيل هادي للاجتماعات السابقة كان بعد تدخلات ووساطات دولية وإقليمية لإنهاء التوتر في سقطرى. الجانب المظلم من استقلال إسرائيل، تحت هذا العنوان كتب بيرت ويلكنز الصحفي الأمريكي المتخصص في قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والحرب والسلم في العالم مقاله الذي أعادت الغد نشره، حيث قال في أجزاء منه: كتب الصحفي الإسرائيلي أري شافيت: صرخ الأطفال وصاحت النساء وبكى الرجال، لم يكن هناك ماء. في كثير من الأحيان تتوقف عائلة على جانب الطريق لدفن طفل لم يصمد أمام الحر أو لتوديع الجدة التي انهارت من التعب، وبعد فترة أصبح الأمر أسوأ. كان المجتمع الدولي مرتعباً وغاضباً من الفظائع اليهودية التي وقعت في العامين 1948 و1949، وفي الولايات المتحدة وجهت مجموعة بارزة من اليهود بمن فيها العالم الكبير ألبرت أينشتاين انتقادات شديدة إلى الإرهابيين الذين هاجموا دير ياسين. وقارن آخرون بين الميليشيات اليهودية ومدمريها الألمان المحتملين: اليهود تصرفوا في واقع الأمر مثل النازيين، بينما يطردون أو يبيدون العرب من أجل أخذ فلسطينهم التي هي وطنهم ومجالهم الحيوي. وبحلول الوقت الذي انتهى فيه كل شيء، كان قد تم تدمير أو تهجير أكثر من 400 قرية عربية والتي لم يعد سكانها الذين ما يزال بعضهم يملكون مفاتيح منازلهم المسروقة إليها أبداً بعد ذلك. وقد اعترف موشي ديان، وهو واحد من أبرز أبطال إسرائيل، بكل شيء سوى الاسم عن التطهير العرقي الذي نفذته إسرائيل في خطاب ألقاه في العام 1969: لقد جئنا إلى هذا البلد الذي كان يسكنه العرب مسبقاً، ونحن ننشئ دولة يهودية هنا، وقد بنيت القرى اليهودية في مكان القرى العربية. إنكم حتى لا تعرفون أسماء هذه القرى العربية، وأنا لا ألومكم لأن تلك الكتب الجغرافية لم تعد موجودة. ولا يقتصر الأمر على عدم وجود الكتب، فالقرى العربية نفسها لم تعد هناك أيضاً. ليس هناك مكان واحد في هذا البلد لم يكن فيه سكان عرب سابقون. اليوم أصبح هذا النوع من الصدق مفتقداً إلى حد كبير، سواء بين معظم اليهود الإسرائيليين أو بين أبناء دينهم أو مؤيديهم في الولايات المتحدة. ماراثون صغير في عدن لكن رسالته كبيرة، فقد تحول الحدث الرياضي إلى مطالبة سياسية، وعنون موقع عدن الغد: الجنوبيون يركضون للمطالبة بعودة قياداتهم من منافي قصرية. وقال الموقع إن العشرات ركضوا عصر الاثنين على طول شوارع عامة بمديرية خور مكسر بعدن، وتحول الركض من رياضة إلى طريقة احتجاج، حيث طالبوا بالسماح لقيادي بارز في الحكومة بالعودة إلى عدن. وأكد المحتجون على ضرورة عودة نائف البكري، أحد أبرز من قادوا مقاومة ضد الحوثيين قبل 3 سنوات. وقال الموقع إن البكري ممنوع من العودة إلى جانب رئيس الدولة عبد الرب منصور هادي. وهنا
نصل إلى فاصل ثم نعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. انتصرت الحكومة اليمنية على الإمارات في معركة سقطرى كما قالت صحيفة العرب الجديد، بعدما وجدت أبوظبي نفسها مجبرة على الانسحاب عسكريا من اليمن بعد ردة فعل الحكومة والتدخل السعودي الذي سعى إلى تدارك أحد أخطر المنعطفات التي مر بها التحالف. وعلى الرغم من أنه ليس مؤكدا أن ما جرى سيقود لوقف النفوذ المتزايد لأبوظبي في الجزيرة في ظل تباين التفسيرات بشأن مغزى إرسال قوات سعودية إلى الجزيرة، لكن الأكيد أن الإمارات خرجت خاسرة من الأزمة التي افتعلتها في سقطرى. رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر أعلن رسميا أن أزمة سقطرى انتهت بنجاح الوساطة السعودية والرعاية اليمنية، عادت والراية اليمنية عفوا عادت لترفرف من جديد في مطار وميناء سقطرى بحراسة الجنود اليمنيين. وفي ظل الخطوات الأخيرة، ما تزال الشكوك اليمنية تثار حول ما إذا كانت الإمارات ستنسحب فعلا من سقطرى أم أنها ستكتفي بإعادة المطار والميناء لتبقى بطريقة أو بأخرى بالتنسيق مع الجانب اليمني. في مؤازرة ذلك، ظهرت تفسيرات متباينة لإعلان التحالف إرسال قوات سعودية إلى سقطرى بين من نظر إليها كخطوة طبيعية لاحتواء الأزمة الأخيرة، وبين من قرأها كعودة للتحالف من بوابة أخرى وهي التنسيق مع الحكومة. يتساءل موقع تي تي يو الإخباري الفرنسي، ما الذي تخفيه الإمدادات العسكرية الأمريكية على الرغم من الموارد الكبيرة؟ أصدرت قيادة العمليات الخاصة للولايات المتحدة في إبريل طلبا لشركات الخدمات بتوفير 4 طائرات هليكوبتر للإخلاء الطبي لدعم عملياته في اليمن، ويتوجب أن يكون نطاقها ما بين 800 إلى 1000 كيلومتر بدون الحاجة إلى التزود بالوقود، وقدرة شحن تصل إلى 2 طن وتستوعب 8 جرحى على الأقل، ومعدات الرؤية الليلية وقابلة للتزويد بالوقود وجاهزة للاستخدام في أقل من 30 دقيقة. هل هي فقط للعمليات التي تستهدف تنظيم القاعدة وداعش؟ يتساءل الموقع مرة أخرى ويجيب: مثل هذا التعزيز وفقا للمعايير الغربية يجعل العمليات الخاصة للولايات المتحدة تنفذ بمقدار لا يقل عن 4 عمليات تدمير متزامنة على الأرض، وتدير قيادات العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية 10 وحدات سرية مكونة من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي ولها ضباط اتصال في المخابرات المحلية في الداخل، كذلك معسكرات تدريب مخصصة لتدريب الخدمات العسكرية اليمنية لإجراء التدخل الأمريكي، ومن المحتمل أن يتطور هذا الأمر بسرعة. عن ذكرى النكبة المقيمة في تاريخنا، تحت هذا العنوان كتب حسن الشامي مقاله المشهور في صحيفة الحياة اللندنية، وأضاف الكاتب: النكبة ليست شيئاً نلتفت إليه، النكبة ليست وراء الفلسطينيين أو وراءنا نحن العرب، النكبة ماثلة تحت أقدامنا كأنها تحملنا وتحرك الأرض التي نقف عليها، إنها صخرة التاريخ التي يحملها الفلسطينيون على ظهورهم ونحملها معهم. فالمقدمات التي أفضت إلى النكبة تكاد تكون اليوم هي نفسها تتحكم بلعبة الاصطفافات في خطوطها العريضة، وهذا يكشف عن مستوى النكوص العام في المنطقة، سلطات ومجتمعات، ومستوى النكوص أيضا في الديمقراطيات الغربية. فالدولة العبرية خاطبت منذ نشأتها المخيلة الاستعمارية الغربية ورافعتها الكبرى، أي المركزية الذاتية أو الآنوية، وكانت حقبة الاستقلالات ونزع الاستعمار قد شهدت حركة أفكار نقدية جريئة طاولت تقريبا كل شيء.
هذه الحركة هي ما يشهد تراجعاً منذ ثمانينيات القرن الماضي. لا نبالغ إذا قلنا إن الانتصار الإسرائيلي أفصح عن غلبة الخيار الاستعماري والاستيطاني المستند إلى نزعة التفوق والمركزية الآنوية على أي خيار آخر، وبذلك يثبت الاعتقاد بأن المسألة الفلسطينية لا تقاس أهميتها بعدد الضحايا وبحصول نزوح قسري، بل في كونها عقدة التاريخ السياسي والحقوقي المعاصر. وأبرز محك لاختيار القيم والمبادئ الناظمة مفاهيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولفكرة العدل وموقعها في العلاقات الدولية واستراتيجيات السيطرة. لا يمكن الفصل إذن بين نكبة الفلسطينيين وهزيمة العرب وبين القضم الإسرائيلي المدعوم غربياً لمساحات التقدم والاستقلال في العالم العربي. حصل ذلك في السابق تحديداً في التجربة الناصرية وسعيها إلى التنمية والاستقلال الوطنيين. العدوان الثلاثي على مصر لم يكن زلة قدم ولا سقطة عقلاء، بل الترجمة المحمومة لخيار سياسي بعينه. ها نحن اليوم نواجه الخيار نفسه وإن في قوالب مختلفة. في انتخابات لبنان البرلمانية استكملت الجمهورية الإسلامية في إيران سيطرتها على حكومة بيروت ومؤسساتها بفرضها نظام مكافآت للحلفاء وعقوبات للخصوم. ويعنون موقع ارفع صوتك: إيران تفوز في انتخابات لبنان. وقال الموقع أن الخاسر الأكبر في انتخابات 2018 رئيس حكومة لبنان سعد الحريري الذي تقلصت كتلته من 33 إلى 21 مقعدا، على أن التقلص هذا لا يمثل نهاية الحريري سياسيا، بل يرمز إلى تحوله من لاعب يمكنه التصرف باستقلالية عن إيران وممثلها في لبنان أي حزب الله، إلى لاعب يعتمد في بقائه السياسي على رضا الحزب على غرار السياسيين اللبنانيين ممن سبقوه في إعلان الولاء للحزب وللجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكدت الانتخابات اللبنانية سطوة حزب الله وسيطرته المطلقة على لبنان، ومن الآن فصاعدا أصبح الحزب المذكور صاحب سلطة ووصاية على لبنان وزعمائه بقوتيه العسكرية والسياسية. وتحول شعار الحكومات المتتالية الشعب والجيش والمقاومة، وهو الشعار الذي يناقض الدستور اللبناني، إلى ميثاق وطني لبناني جديد يمنح شرعية كاملة لميليشيا مسلحة لا سيطرة لدولة لبنان عليها. بنصف جسد على كرسي متحرك كما وصفه موقع عربي بوست، دأب الشاب المقعد فادي أبو صلاح على الوجود اليومي في مخيمات العودة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، متحديا إعاقته الجسدية ومؤكدا حقه في العودة إلى الأراضي الفلسطينية. الشاب الثلاثيني مبتور القدمين منذ عام 2008 حين أصيب في غارة خلال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، لكن لم تبتر همته في الدفاع عن أرضه أو المطالبة بحقوقه. رافقت الشهيد أبو صلاح خلال مشاركته في مسيرة العودة دراجة نارية صممت بطريقة تناسب حالته الصحية، مزودة بإطارين ومقعدين في الخلف، ومعه أطفاله الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنة وثماني سنوات، وزوجته آمنة أبو صلاح. ويوم الاثنين الموافق 14 من مايو استقل فادي دراجته النارية وانطلق إلى مخيم العودة شرق خزاعة للمشاركة في مليونية العودة، وكسر الحصار ووقف إلى جانب الشبان بشارع جكر إلى أن باغتته رصاصة قناص إسرائيلي أصابته في صدره، ما أدى إلى مقتله على الفور. ستكون الأرض في أواخر يوليو المقبل، وكما أوردت صحيفة البيان، على موعد مع القمر سوف يستمر لمدة طويلة وقد لا يتكرر في العقود المقبلة. وذكرت صحيفة الأنتي بنتد البريطانية أن الخسوف الطويل سيستمر لساعة و43 دقيقة. أكثر المناطق تعرضا لهذه الظاهرة الفلكية ستكون منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأستراليا وشرق أوروبا، في حين ستشهد بقية مناطق الكرة الأرضية الظاهرة ولكن بصورة أقل. والسبب وراء هذا الكسوف الطويل هو أن القمر سيمر عبر مركز ظل الأرض وسيكون بذلك على خط واحد خلف الكرة الأرضية والشمس.
نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس ومظاهرات حق العودة للفلسطينيين وما حدث فيها من مجازر بحق الفلسطينيين راح ضحيتها العشرات من القتلى وأكثر من 2000 جريح. كان هذا ما اخترناه لكم اليوم من صور لجولتنا المصورة لهذا اليوم والمأخوذة من صحيفتي الديلي تلغراف والغارديان. نتابع. وبهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.